السلام عليكم مشاهدين قناة جريدة أصوات، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كما كتعرفوا المغرب مقبل على انتخابات لهذه السنة، فاحنا بدورنا خرجنا الشارع وبالخصوص الشارع التوريرتي باش نعرفوا آراء الناس حول الانتخابات. فبغينا نعرفوا الناس واش غيصوتوا واش لا، فبغيتوا تعرفوا الأجوبة أجيو معايا. خويا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عواشر مباركة. الله يبارك فيك خويا. كما كتعرف في المغرب مقبل إن شاء الله انتخابات لهذه السنة، فبغينا نعرفوا الرأي ديالك أنت كشاب طموح، بغينا نعرفوا الرأي ديالك واش غتصوت واش لا. لا خويا أنا ما غاديش نصوت هذا العام. ممكن نعرفوا علاش؟ خويا كما كتعرف ما كاينش، يعني حنايا كنتسناو من السياسيين ولا من الاحزاب السياسيه انها تقدم لنا كشباب حنايا فرص شغل وهذا، يعني توفرنا فين غادي نخدموا. ما يعني كاع الحكومات اللي كيجيو ولا كاع الاحزاب السياسيه يعني قبل الانتخابات كيجيوك بواحد الوعود وكيواعدوا الشباب كيواعدوا الناس انهم غيدير لهم بزاف ديال الحوايج، ولكن ملي كيوصلوا لذاك المكان ولا ذاك المنصب ديالهم ولا ديك الجهه اللي غيكونوا مسؤولين باش غيقدموا لنا ذوك الوعود ما كيقدموهمش اخويا. هذا الشيء علاش انايا ما غاديش نصوت. وديجا صوت ولا ما عمرك صوت؟ لا خويا عمري ما صوت، يعني تسجلت هذا العام هذا في انتخابات ولكن باقي يعني متردد، يعني كنقول انا ماشي نصوت ولكن ربما نقدر نغير الراي ديالي الا كان شي حزب. يعني انا الراي ديالي دابا ما غاديش نصوت. وفي حاله انك صوت شنو المتطلبات ديالك؟ خويا يعني وفروا لنا فرص الشغل حنا كشباب، يعني انايا كمثال موجز ما خدامش راني عاطل على العماله، يعني انايا المتطلب الاساسي ديالي وهو الشغل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله خويا وتعالى وبركاته. خويا واش المباركه. الله يبارك فيك مرضي الوالدين. خويا كتعرف المغرب انه مقبل هذه السنه على الانتخابات، بغينا نعرف الراي ديالك كمواطن بالخصوص التوريرتي، واش تصوت هذا العام ولا ما تصوتش؟ خويا ما غيرش الشفاره خويا ما صوت على حتى شي واحد. علاش؟ كيجريو علينا وكيحرشوا علينا العصابات وكذا والروينه، مافيا كبيره هاد. كيعطيونا وعود كاذبه وبزاف ديال الحوايج. وديجا صوت ولا ما عمرك صوت؟ صوت واحد النهار وندمت على النهار اللي زدت فيها على رقبتي. وعلاش؟ النفس ديالي الضمير ديالي انبني ملي صفت، لا ما كانش اللي بكى غير الشكا. وفي حاله ما صوت شنو التطلعات ديالك شنو كتطلب؟ شنو المتطلبات ديالك؟ كنطلبوا والو، حنا كنطلبوا غنعيشوا مزيانين وبخير وعلى خير ونحيدوا هاد القهر على البوفريه، هاد الشباب هادو يدبروا لهم فين يخدموا ويحيدوا هاد الزنادقه هاد المدفن اللي كيلعبوا علينا العشره، يجيبوا لنا غير دوك الناس الزينين الشبان الناس الملاح اللي كابرين في الخير ولاد الخير، فهمني؟ ما يجيبوا لناش هاد الجيعانين اللي كانوا يغسلوا الطباسه ويشحتوا القهاوي، فهمني ولا؟ وطلبوا البال ديال كارو، يجيبوا لنا الناس القاريين اللي طالعين ب 20 في النيفو، فهمني؟ تلقى داه في السيوس ولا في الماط ولا في الفيزيك ولا في القانون في الدروا، تلقى داه 18 19 داوها قرايه ما داوهاش شقيره وطلبه. فهمني؟ الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم. تلقى داوها قرايه ما داوهاش بالشقيره وطلبه. السلام عليكم الحاج. السلام عمو. واش المباركه؟ يبارك فيك. الحاج كما كتعرف المغرب مقبل على انتخابات ان شاء الله هذا العام، بغينا نعرف الراي ديالك كشخص واش غتصوت هذا العام ولا لا؟ معلوم نصوت، واه نصوت الانسان اللي صلاح. الانسان اللي صالح. صالح اللي يصوب البلاد ويخدم لنا ويدعم. ديما كتصوت؟ ديما كنصوتوا. وشنو المتطلبات ديالك؟ هذا الانسان اللي غتصوت عليه ولا هذا الحزب اللي غتصوت عليه شنو كتطلب منه؟ ايوا الحزب يكون مزيان والرجل الصالح يخدم البلاد ويصلح المواطن وهي غادية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ويعوش المبارك. رمضان مبارك سعيد. يبارك فيك. بغينا نسولك اخويا. مرحبا اخويا. بما كتعرف ان المغرب مقبل انتخابات ان شاء الله هذا العام، بغينا نعرف الراي ديالك. بغينا نعرف الراي ديالك واش هذا العام تصوت ولا لا كمواطن؟ كتهضر على داك الشيء وطني ولا محلي؟ وطني ومحلي بجوج. وطني ومحلي. انا ما كنصوتش عمري صوت. علاش ما كتصوتش؟ ما كنصوتش لحقاش ما كاينش اللي يخدم. شكون اللي غادي يخدم؟ الحكومة راك تشوف اللي كنصوتوا عليهم ما كاين والو، الحكومة ديما عندها قرارات فاشلة، ما عندهمش جرأة في القرارات، كيتاخذوا واحد القرارات اللي هي فاشلة، راك تشوف الشباب كلشي ضايع، ما كاينش فرص الشغل، أنا حداك دابا أنا موجز حداك، والو ما كاينش فرص الشغل، ما كاينش خدمة، ما على ما غادي تصوت؟ وعلاش غادي تصوت؟ خليهم داك الشيء أصلا داك الشيء كيكون عندهم مو في برك، داك الشيء كيكون عندهم مو في برك، ما كيكونش شي حاجة اللي هي هذيك، كينجح اللي غادي ينجح راه باين من الأول غادي ينجح. إذا بحال
ما غادي ينجح شي حزب غادي ينجح يعني ما كانلاش كيما نقولوا ما كانلاش كاع الصوت فهمتني الصوت ديالك غادي يمشي غير هباء منثورة. في حال ما كنت صوت ولا شنو المتطلعات ديالك المتطلبات ديالك المتطلبات ديالي المهم شوفوا الشريحه اللي كنبغي انا نهضر عليها هي الشباب يشوفوا من حال الشباب ماشي يشوفوا من حالهم يعطيوهم ولا شي حاجه غير يتيحوا لهم فرص الشغل يتيحوا لهم فرص الشغل الشباب راه كتمشي كتقصد الهجره كتمشي كتبغي تهاجر الناس راه كتخرج من المحيط الاطلسي من قنيطره كتمشيو تدخلوا للجزائر باش يمشيو لاوروبا علاش اخويا نمشيو لاوروبا حنا بلادنا فيها الخيرات فيها كل شيء علاش غادي نمشيو اخويا لهاد اوروبا حنا السلام عليكم السلام ورحمه الله خويا رمضان كريم الله يبارك فيك خويا بما كتعرف ان المغرب مقبل ان شاء الله انتخابات هذه السنه فبغينا نعرفوا الراي ديالك انت كشاب طموح بغينا نعرفوا الراي ديالك واش هذا العام غتصوت ولا ما غتصوتش اود اخويا ما نصوتش انا بغينا نعرفوا علاش اسمو لك خويا ما دايرين والو في هذا كما قلت المنطقة ديالنا بعد مدينة التورير دارين غير قدرونات الضوا وشي حاجة زينة اللي يخدم فيها الشباب ولا شي حاجة ما كايناش وديجا صوت ولا ما عمرك صوت؟ لا عمري صوت وما كتفكرش تصوت؟ ودي ما صوت شتا يجي شي ولد الناس اللي هو يستاهل تصوت غادي نصوتوا عليه وفي حالة ما صوت شنو كتطلب؟ المتطلبات ديالك؟ كنطالب اخويا يديروا لنا غير شي خدمة زينة يديروا لنا شركات يديروا لنا مصانع كدا شي حاجة زينة اللي يخدم فيها بنادم انا تمارا وما كايناش السلام عليكم السلام ورحمه الله خويا واش مبارك اخويا الله يبارك فيك خويا خويا كتعرف المغرب بان مقبل انتخابات بغينا نعرفوا الراي ديالك واش غتصوت ولا لا لا خويا الانتخابات ما غاديش ننتخب اخويا ما انتخابات ما عندنا فيها حتى شي مصلحه حنايا علاش والو اش اللي كنترشحوا عليه كنعطيو ديك الورقه ديالنا كيدير ما بغا هو والعائله ديالو خصوصا فهاد المدينه ديال التوريت هاد المدينه ديال التوريت منسيه نيشان وفايتك صوت ولا ما عمرك صوت؟ سيدي صوتنا شي هادي واحد العامين ولا من تما لها ما بقيتش تصوت هادي شي ثلاث سنين ولا ما صوت وربما يبان لك تصوت مستقبلا شنو المتطلبات ديالك؟ ما غاديش نقدر انا نهار الانتخابات غادي ندير الحجر الصحي اش انا عندي كروسه تابعيني عليها انا الدوله كامله تابعاني على كروسه المقدم يدي السلعه القائد يدي السلعه القائد يدي الميزان راني عايش في هاد الحقره في هاد التوريد كاع بحداثا راني لا عاد ننتخب انا غادي غادي نقبض نمشي نحرق الفلوكه كنت بحرق هذروك ما نزيد في هاد البلاد دا. والله ما نزيد دابا دقيقه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله واش المبارك اخويا الله يبارك فيك سيدي بما كتعرف ان المغرب مقبل انتخابات هاد السنه ان شاء الله فبغينا نعرف الراي ديالك كمواطن بالخصوص التوازي بغينا نعرف الراي ديالك حول الانتخابات واش هاد العام غتصوت ولا لا لا هاد العام مقاطع ما تصوتش نهائيا واش لا بغينا نعرفوا علاش علاش لان كلشي جالي كلشي ظاهر كنلاحظوا بان يعني ولايات اللي فاتوا واللي جاوا لم يقدموا اي شيء لم نرى اي شيء حنايا مخورين البطاله كنخرجوا للشارع القهر بنا المراه جيعان انا خصنا ياكل اما باش غنمشي انا نصوت واحد يطلع يعني النهار اللي سيطلع ما تعقلش على بنادم حتى نهار الانتخابات عاد تجي تيسولوا فيك وتيديروا الحمله نتاعو وديجا صوت ولا ما عمرك صوت؟ صوت مرة واحدة في الانتخابات الشرعية ديال 2007 وفي حالة ما انك صوت ولا شنو التطلعات ديالك ولا المتطلبات ديالك؟ ايوا شوف بالنسبة للمتطلبات نكونوا واقعيين راه المتطلبات نتاعي ولا نتاعك راه ما يتحققوش في هذا الوطن هذا راه الدكاكين السياسية كيشوفوا غير المصالح نتاعهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله خويا عواش المباركه الله يبارك فيك خويا كما كتعرف المغرب راه مقبل انتخابات ان شاء الله هذا العام وبغينا نعرف الراي ديالك كشاب طموح بغينا نعرف الراي ديالك هذا العام واش غتصوت ولا ما غتصوتش اودي لا 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 ما نصوت علاش ايوا خويا ما كاينش شي نتيجه كبيره ما كاينش بزاف ديال الحوايج ما كاينينش يعني قال لك شي اللي يعني كيهضروا عليه ما توفاش ما كاينش شي وعمرك صوت ولا ما عمرك صوت تقريبا لا خطره كاع لا وفي حالة ما الى صوت شنو المتطلبات ديالك شنو بغيت تطلب انا غير بلاد تقاد شويه وصافي هادشي اللي كاين انا كل شويه تغير ما بغينا والو هادشي اللي كاين السلام عليكم السلام ورحمه الله خويا رمضان كريم رمضان مبارك كريم كما كتعرف حاليا المغرب مقبل انتخابات هذه السنه ان شاء الله فبغينا نعرفوا الراي ديالك انت كمواطن مغربي واش مقتنع انك تصوت هذه السنه ولا لا احنا مقتنعين بهذا الانتخابات ان شاء الله غتصوت ولا لا وعندنا امل ان شاء الله في هذه الاحزاب هذه اللي منتخبه
غادي تصوت يعني؟ نصوت ان شاء الله. وبالنسبه للتصويت ديجا صوت ولا عمرك صوت؟ انا ما عمرني صوت ولكن هذا العام ان شاء الله ناوي نصوت. هتصوت. نعم. وشنو المتطلبات ديالك من هذا الحزب اللي غتصوت عليه ولا هذا لان هذا الحزب تصوت عليه شنو كتطلب منه شنو المتطلبات ديالك؟ احنا بغينا غير يعني البلاد تزيد لقدام وبغينا يعني المصالح ديالنا تبقى تقضى بسرعه في الادارات والناس السياسيين يعني يكونوا دايرين معنا الواجب ديالهم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.